الموقف السعودي كتير جيد وكتير إيجابي لأنه عم بيدفش باتجاه يصير في انتخابات رئاسية بأسرع وقت، والكل يتحملوا مسؤوليتهم، ما يعود في متردد وناطر، ما في شيء من الخارج، في نحن. أوكي. واضح أنه الاعتدال السني أو الاعتدال الوطني وبعض الكتل الأخرى اللي كانت اللي بتتأثر بالكلام السعودي عم بيقولوا لهم أنه خلص خدوا قراركم وروحوا اختاروا، وهو بأكتريتهم أو كلهم أعلنوا أنه هني مش مع مرشح في اصطفاف ما يعني هودي بيفضلوا يروحوا على الكاتيجوري بالوسط، ما بيروحوا لا على مرشح الممانعة حتما، وما ولا بيتمنوا يروحوا على مرشح الاصطفاف السياسي اللي نحن فيه، فهو بيتمنوا يروحوا على الوسط مثل ما بيقولوا. فإذا هاو لازم يتحملوا مسؤوليتهم بقى، ما بقى فيهم يقولوا نحن قاعدين على جنب، نحن ناطرين تصير في تسوية وناطرين السعودية تتوعزلنا. ليش بدك تطلب من هودي يتحملوا مسؤوليتهم؟ لا الكل الكل جاي على القوات، بس ما بديك انهي لك جاي لحنهي لك الموضوع أبعد لحنهي لك. لا مش بس هني، أنا عم بقول كل اللي ناطرين، كل اللي ناطرين تسوية. ما في تسوية، في تسوية داخلية، في تفاهم داخلي. ما في يعني تسوية؟ لا ما في تسوية خارجية. كل هيدا الحراك اللي عم يصير بالخارج ما في تسوية؟ لا لقل لي ليش؟ لأنه لو في تسوية ولو في تسويات من برا رح تنفرض على الداخل، لكن تمت صرنا 4-5 أشهر بنسمع سعودية وفرنسا وفرنسا وسعودية وسعودية، ما أنتجت شيء. ويحوى إجا السفير السعودي عم بيقول أنا ما عندي فيتو حدا، بس أنا ما بطلب من حدا ينتخب. التسوية بتتفند أو تحدد بس يحدد مسارها بالداخل. التسوية السعودية إيرانية، التسوية السعودية سورية، ما بلشت بوادرها. لح لك شالي سمر، أول شيء أنا ما تلغي العامل الداخلي، لأنه نحن العامل الداخلي لا ما فينا نلغي للعامل العامل الداخلي عم بقول لك نعول على نحن قلنا أنه إذا كانت القصة بدها توصل أنه فرض مرشح الممانع علينا كائنا من يكون، رح نعطل نصاب، مش رح نخلي حدا يفرض علينا شيء. إذا كانت القصة دعوة لانتخابات ومنروح ومنعمل مبارزة هناك ومنعمل منافسة ديمقراطية، فنحن لا، نحن جاهزين. نحن هون نحن هون هون هيدا اللي بدي انهي هون، هيدا اللي سؤالي، هيدا اللي سؤالي بدي ابني عليه. انه تتركيني دقيقة بس، ما عم بعطيك لأنه الفكرة هي الحلوة. طيب يعني تفضل. أنا بدي أسمع أسئلتك بس هي خلص، بس عم تزت لي كلام. أنت عادة أنت بتستفزي المحاور معي، هلا أنا عم استفزك. مش استفزاز بس بده توضيح، بده توضيح. يلا تفضل. ليك شو بتحمل مسؤولية الطرف الثاني؟ قلنا المحور الممانعة تبينت خدعته، يعني اللي كان عم بيقول انه جاي السفير ورح يفرض التسوية وبكره سمير جعجع رح ينزل والتيار الوطني الحر رح يجي وما بعرف شو، تبين انه ما في شيء منه هذا الكلام، انتهينا منه. وهلا بنحكي عن القوات وعن مواقفها دائما، فكتير مرات القوات اللبنانية السعودية كانت تتمنى شيء على الافرقاء الداخليين في لبنان، والقوات اللبنانية ما كانت موجودة، اما بتركيبات حكومات سابقة كانت مباركتها السعودية ما ركبت فيها القوات ورفضت، وأما برؤساء حكومات معينة كمان القوات اللبنانية ما سمتها. وبرجع لأول مثل لما إجا الرئيس سعد الحريري أول مرة رئيس حكومة القوات، ما كانت مأيدة، ولكن كانت من ضمن 14 أدار، وما كانت مأيدة هذا الموضوع، ونصحته الرئيس الحريري، وعدة مرات كانت عم بترفض القوات اللبنانية تركيبات الحكومية الوحدة الوطنية، وكان السعودية مباركة هذا الموضوع. مؤخرا علاقتها مع النظام السعودي السوري كنا منا موافقين، نحن عم نقول صار امر واقع اوكي، بس نحن ما هيك كنا شايفين الموضوع. فاذا القوات اللبنانيه عندها حجتها وعندها قناعاتها، وهالقناعات بتلتقي كثير مرات مع المملكه العربيه السعوديه، ونحن على افضل علاقه نحن وياهم، ولكن لا هن بيطلبوا منا بمعنى الاوامر او ولا نحن بنقبل حدا يحكي معنا بهالطريقه. بعد بدي اقول لك شغله، وهون بنتحمل مسؤوليه المعارضه عليها باسرع وقت يكون عندها مرشح.